بن علي بن عامر العويسي، وجاءت بتوقيت زمني مقدار 4:29 وخمس أجزاء من الثانية. أما الشوط الثاني فكان الموعد حاضرا معزومان لسعيد بن محمد بن سالمين المنصوري 4:31 وخمس أجزاء من الثانية، توقيته الزمني ليهدي السلامات لأهالي العين في هذا الصباح وأول أشواط الجعدان. أما الشوط الثالث فكان الموعد حاضرا معشوق بشعار حمد بن نافع الشدي المنصوري، توقيته الزمني 4:31 وسبع أجزاء من الثانية. ينطلق الشامخ في الشوط الرابع ليهدي السلامات لمالكه سعيد بن عيسى بن سالم البلوشي 4:34 وست أجزاء من الثانية، توقيته الزمني. أما الشوط الخامس فتنطلق الحذرة بناموس هذا الشوط لحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، وجاءت بتوقيت زمني مقدارة 4:31 وجزئين من الثانية. هملول من ينطلق في شوطنا السادس لمالكة راكان بن محمد بن سعيد والسهران العمري، و4:29 سبع أجزاء من الثانية، هو توقيت هملول. أما الشوط السابع فتنطلق المتحدة بناموس هذا الشوط لمالكها مانع بن محمد بن قطام السويدي 4:33 السبع أجزاء من الثانية، هو توقيت المتحدة. مبهر كان حاضرا في شوطنا الثامن لمالكة سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي، والتوقيت الزمني 4:29 وجزئين من الثانية. أما الشوط التاسع فتنطلق الفايضة بناموس هذا الشوط لسالم بن سعيد بن سليم العويسي، و4:33 جزء واحد من الثانية، هو توقيت الفايضة. الشوط العاشر كان الموعد حاضرا مع عياد لمالكها مطر بن مبارك بن غويث الاجتبي 4:31 جزئين من الثانية، هو توقيت الفايضة، أو عفوا توقيت أعياد. أما الشوط الحادي عشر فكان الموعد حاضرا مع مناورة لنايب بن سهير بن خميس بن عمر الشامسي، والتوقيت الزمني 4:34 وجزئين من الثانية. لينطلق مناور في شوطنا الثاني عشر بشعار محمد بن حمد بن سالم الوهيبي، والتوقيت الزمني 4:32 وثمان أجزاء من الثانية. الشوط الثالث عشر أول أشواط الإنتاج والمنتجين كان الموعد حاضرا مع ثمينة لمحسن بن حمد بن محسن الفلاحي، توقيتها الزمني 4:33 بالوفائي والتمام. أما الشوط الرابع عشر أول أشواط الجعدان لفئة الإنتاج والمنتجين كان الموعد حاضرا مع منصف لعبد الله بالطوير بالمر العامري، توقيتها الزمني 4:29 وخمس أجزاء من الثانية. الشوط الخامس عشر تنطلق دمعة بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي ثمريت بالسلطنة ولمالكها سالم بن سعيد بن أحمد المسن الكثيري 4:37 جزء واحد من الثانية، هو توقيت دمعة. مرسال كان حاضرا في شوطنا أيضا السادس عشر لمحمد بن عتيج بن حاضر العميمي، توقيت الزمني 4:31 وخمس أجزاء من الثانية. الشوط الثامن عشر أو السابع عشر عفوا مشاهدينا متابعينا الكرام كان الموعد حاضرا مع الضبية المبارك والصغير بن حمود المالكي بتوقيت زمني مقدار 4:30 وست أجزاء من الثانية، والسلامات لهالي الدريز بالسلطنة. أما الشوط الثامن عشر فهي انطلق عز بناموسي هذا الشوط لسالم بسعيد بن منانة، والتوقيت الزمني 4:30 ست أجزاء من الثانية. ثمينة حضرت في شوطنا التاسع عشر لمارك هسهيل بن خيرات بالدود العامري، والتوقيت الزمني 4:29 وجزء واحد من الثانية. أما الشوط العشرين فكان الموعد حاضرا أيضا مع شرط بنفس شعار ثمينة لسهيل بن خيرات بالدود العامري 4:29 جزئين من الثانية، هو توقيت الشرط. الوثبة تنطلق في شوط 21 لسالم بسعيد بن غوان اليابري، وتوقيتها الزمني 4:33 وثمان أجزاء من الثانية. ينطلق شاهين في الشوط 22 لمالكة مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي، وتوقيتها الزمني 4:31 وجزء واحد من الثانية. أما الشوط الثالث والعشرين فكان الموعد حاضرا مع الضبي لسعيد بن سيب بالشوط الأخيري، وجاءت بتوقيت زمني مقداره 4:30 تسع أجزاء
من الثانية لتهدي السلامات لأهالي أبو سمرة بمدينة العين. الشوط الرابع والعشرين كان الموعد حاضرا مع العزرة لتضيف النقطة الثانية لهذا الشعار، شعار مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي، وتوقيتها الزمني 4:29 و3 من الثانية. أما الشوط الخامس والعشرين فكان الموعد حاضرا مع سيول لأحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي، والتوقيت الزمني 4:31 و3 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع في تحديات هذا الصباح مع سن الحجايج. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.